عسلامة يا جماعة، عشان أحوالكم إن شاء الله تكون بخير. اليوم عملت فطور عجة مش نورمال في ريستوران، هو ما عندوش برشا من الحل، تاع فنان وصديق وزميل ومحلية برشا برشا برشا، ونعرف عنده شعبية كبيرة. واللي عاجبني أنه هو واقف على خدمته وعلى الكوجينة، خاطر مهم جدا وأنه مولى المول يقف على خدمة. كليت اليوم عجة بنينة برشا برشا في ريستوران اسمه التختوخ، تاع صديقي وخويا وزميلي ومحلاه عبد الكريم بن زرفي. الله 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 الله، شرفتك خويا محمد، والله محلاه خويا، والله شرفني حضورك خويا، ومرحبا بك في كل وقت انت والزملاء الكل. ان شاء الله يجيوا يذوقوا ماكلتنا، على ماكله هبال واقفين عليها وحدنا معناتها برواحنا. والله برافو عليك. لا سورتو اللي قلته تجي وتشوفوا سعد، سعد ديكور تاع الديكور تاع الريستو والنظافه والذوق، وهو واقف على خدمته. اليوم انا جيت، ما جيتش في الاوفرتور على غرب، جيت اليوم كليت عجة محلها. هو شارع شنو هذا فكرني؟ هذا شارع الشادلي قلالة، شارع الشادلي قلالة. وانت كنا ماشيين هكا، كنا ماشيين للمشتل، للمشتل فوالا، ياسر حلوه هاك ريستورون تاخذوا ماكله بنينه، وتجي وتشرفوا وتنور. مرحبا بكم، الف مبروك، الف مبروك، مساء الكل خير.